يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى 20 سنة، ثم عصى الله 20 سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته، فساءه ذلك فقال: اللهم أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فناداه منادي أرحم الراحمين: أحببتنا فأحببناك، تركتنا فتركناك، عصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اعلم أن مما يعينك على تعجيل التوبة والإسراع في التوبة، فالذي حال بين الناس وبين التوبة والصدق في التوبة، هو طول الأمل. طول الأمل، ومن أطال الأمل أساء العمل. قال الله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. وقال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اعلم أن مما يعينك على التوبة والإسراع فيها والمبادرة إليها هو ذكر الموت وساعاته. نعم، إن الموت قريب، إن العمر مهما طال فهو قصير، والدنيا مهما عظمت فهي حقيرة. فاختر لنفسك النهاية التي تتمنى، فلا إله إلا الله، كيف سيكون حالي وحالك عندما يقال: فلان ابن فلان لقد دنا الأجل وحانت ساعة الرحيل؟ فصائح بأعلى الصوت: رباه ارجعون، رباه ارجعون، رباه ارجعون. وصائح بأعلى الصوت: واضرباه، واضرباه، غدا نلقى الأحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فاختر الحال التي تريدها يرعاك الله. لما حضرت حسان ابن أبي سنان الوفاة قيل له: كيف تجدك؟ قال: بخير، إن نجوت من النار. قيل له: فما تشتهي؟ قال: ليلة طويلة أصليها كلها. ودخل المزني على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه، فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلى ربي سبحانه وتعالى واردا، ولا أدري، روحي صائرة إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. لا أدري روحي إلى أين تصير، إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم أنشد: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ما زلت ذو عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فاعلم يا رعاك الله أن الآمال تطوى والأموال تفنى والأبدان تحت التراب تبلى. اعلم يا رعاك الله أن الأيام والليالي تبليان كل جديد، تقربان كل بعيد، تأتيان بكل موعود ووعيد. فانتبه يا رعاك الله، انتبه من رقة الهجوع، وافزع إلى الله بالتضرع والخشوع، وقل: آن الأوان للانضمام إلى قوافل العائدين. قالوا: من رزق أربعا لم يحرم أربعا، من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة، وربكم يقول: ادعوني أستجب لكم. ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة، وربكم يقول: إنه كان غفارا. ومن رزق الشكر لم يحرم المزيد، وربكم يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ومن رزق التوبة لم يحرم القبول، وربكم يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وختاما، اعلم أن الحياة بدون الله سراب، وإن القلب لا يصلح إلا بالله جل وعلا. فإذا أقبل على الله تعالى، يعني القلب اجتمع وانضم بعضه إلى بعض ووجد نفسه وسلمت فطرته. يا أيها الإنسان،
ما غرك بربك الكريم؟ إلى كم تعصي وتتمرد؟ وأقبح من قبيحك أنك تتعبد. يا ناصع الثوب والقلب أسود، ما هذا الأمل ولست بمخلد؟ أما تخاف، أما تخاف من أوعد وتهدد؟ يا من شاب وما تاب، أين البكاء؟ أين الحذر من أليم العقاب؟ قل ما أحلم الله، ما أحلم الله علي حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دع عنك عدني يا من كنت تعدلني، لو كنت تدري ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهلعت عبرة منها تخلصني. اكتب قصة الرجوع بقلم الندم والدموع، اكتب قصة الرجوع بقلم الدموع، واسعي بها على قدم الخضوع إلى باب الخشوع، وأتبعها بالعطش والجوع، وسل الرحمة فرب سؤال مسموع. قل ونادي في الأصحاب والناس نيام، يا أكرم من أمله المؤملون، يا رجاء الخائفين، يا أمل المذنبين. إن طردتني فإلى من أذهب؟ يا رحيما بمن عصاه، يا حليما على من تناساه. يا من شيمته الصفح، عصيتك جاهلا يا ذا المعالي، ففرج ما ترى من سوء حالي. إلى من يهرب المخلوق إلا إلى مولاه، يا مولى الموالي. فلله در أقوام تركوا فأصابوا، وسمعوا منادي الله يدعو فأجابوا، وحضروا مشاهد التقى فما غابوا، واعتذروا مع التحقيق ثم تابوا، ثم قصدوا باب مولاهم فما ردوا ولا خابوا. اللهم سر بنا في سرب النجابة، ووفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لأدعيتنا الإجابة. يا من إذا سأله المضطر أجابه، اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننقض عهدها أبدا، واحفظنا في ذلك لنكون بها من جملة السعداء. اللهم اقبل توبة التائبين، واغفر ذنب المذنبين، واقبل الشباب والشيب في قوافل العائدين. اللهم ألهمنا القيام بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، ولا تفضحنا بين خلقك. يا خير من دعاه داع، وأفضل من رجاه راج، يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأرض والعرش والسماوات. هب لنا ما سألناه، وحقق رجاءنا فيما تمنيناه. يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، عدد ما طار طير وطار، وعدد ما استغفر المستغفرون في الأسحار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.